الهدف منه هو أن نجمع ما بين كل أطياف المجتمع بما فيه المؤسسات الحكومية، القطاعات الشريكة، وحتى يعني جمعيات المجتمع المدني، حتى يكون فيه احتكاك مباشر لتسهيل العمل الجمعوي. عندنا هدف باش نخليو التراث تاعنا الجزائري في صنع الحلويات قائم، صافي نعلمو ونتعلمو في صناعة الحلويات. فن الكونكريت هو فن معاصر، كشغل يخرج قطعة ديكوري بها البيت، المنزل، المناسبات. الهدف من تواجدي في المعرض هو الترويج والتسويق للمنتوج تاعي والتشجيع الحرفيات. المنتوجات تاعنا تعتمد كثيرا على مواد الرسكلة، تعتمد كذلك على الموروث الثقافي، يعني إعادة ذاكرة أو إعادة المنتوجات اللي كانوا يصنعوا فيها الآباء والأجداد تاعنا على شكل تحف.